بالراحه، انت مستعجل كده ليه؟ تعالي بس يا دنيا بقى، بلاش غلبه. مش معنى حاجه. بس يا بنت افهمك. طب كويس ان كلكم موجودين. انا حارب ابو العينين. انا اللي اشتريت الكباريه ده بعد عزام بيه الله يرحمه واتكل على الله. الله يرحمه. شوفوا بقى، انا لا بفهم في الكباريهات ولا في الفن ولا في الحاجات دي كلها، عشان كده قررت اجيب حد يفهم في الشغلانه دي مكاني، والحد ده انا عايزكم توقفوا جنبه وتساعدوه كويس قوي عشانه واحد منكم. منا؟ يا ترى يبقى مين؟ تعالى دنيا اقف جنبي. تعالى اقف جنبي. احب اقدم لكم الانسه دنيا مديره الكباريه الجديده. مبروك يا دنيا. اتكلم بجد؟ ايوه. بصوا بقى، دنيا هتبقى مديره الكباريه، يعني كلمتها هي كلمتي، يعني اللي تقوله يتنفذ بالحرف الواحد. مفهوم؟ مفهوم. يا زين ما اختار دنيا دي مننا وعلينا. واول قرار اخدناه بقى ان اليومين اللي اتقفل فيهم الكباريه مش هيتخصموا من مرتب. الله. والكباريه من بكره هيرجع يشتغل احسن من الاول. هتولع وتصادل وهتبقى اخر من جاها. الله الله. العب ابو العب، خلي الكيكه تطلع في العالي يا دنيا. حربي، هو انت بجد بجد يعني اشتريت الصاله؟ اه. ازاي؟ بطلع اسئله غبيه يا دنيا. لا، ما انت يعني لو بتضحكش عليا وعايز نمسك الصاله لازم تفهمني بقى اني زار. طب اني غلطت ولا ايه؟ شكلك كده مش هتنفع في الشغلانه دي. لمضه وغلبويه وبتسالي في اللي مالكيش فيه. كده برضو يا حربي؟ السؤال دلوقتي يعني بقى حرام. اسمي حربي بيه يا بت. مش حربي. بعدين خلصها يا دنيا، جاي منك في المشوار ده ولا ناس العطا لحد غيرك؟ يخص قليل الاصل بجد. مش بقولك هتتعبي قلبي معاكي ومش هيجي منك مصلحه. بس بقى يا واد، انا طول عمري يعني تحت امرك وبعمل لك اللي انت عايزه. اخ منكم يا ستات انتوا. اه، ما تجوش غير بالسكه على دماغكم. خلصها يا دنيا، قدها ولا هتخربيها؟ قدها. ده انا قدها وقدود، وهعمل لك من الكباري ده احلى كباري في البلد. اهو كده تعجبيني. طب بقول لك ايه، مش ناوي كده يعني تاخدني عشوه حلوه، سهره جميله، احتفالا باكبر صاحب كباريه في البلد ومديرته الملاوعه؟ النهارده مش هينفع، وراكي شغل كتير عشان افتتاح الكباريه بكره، وانا هلكان وميت من التعب ومش حامل سهراتك يا دنيا. ومن امتى الكلام ده بقى يا سي حربي؟ من النهارده يا بنت رزق. حربي، هتيجي الافتتاح بكره يعني ولا لا؟ حسب التسهيل بقى، شد حيلك انت بس. صباح الخير. وانت من اهلي. مساء الفل يا احلى سهره. يسعد مساك يا معلم حربي. حبيبي قد مساء الفل. امال ده واقف فين؟ ما انت عارف بتنام من بدري عشان بتصحى تروح معايا المسبك. عملت ايه؟ 100 100. استلمت السلام كله تمام التمام. وانت؟ 100 100. حلاوتك يا شغل. ما قلتوليش يعني، مش تفرحوني؟ منين ده كله؟ ما قلت لك يا معلمه ربك بيرزق. طب مش تفرحوني وتعرفوني بيرزق منين؟ احنا اصل احنا لينا واحد شريكنا هو اللي بيمولنا يا معلم. ده باين عليه شريكه ده تقيل قوي وجامد قوي ومقرش قوي. مقرش؟ مقرش قوي يا معلم. طب مش تعرفوني عليه؟ لا يا معلمه بلاش، خليك انت بعيد عن المسائل دي خالص. اوعى يا حربي، اوعى يكون فلوس الراجل ده حرام. الحرام ما بيعيش، وانت سيد العارفين حرام عمره قصير وعمره ما بيدوم. ايه ده؟ ده واحد جاب الظرف ده وقال لي اسلمه لكم لما تيجوا، وبيقول لكم ما حدش يتصرف اي تصرف غير لما الباشا الكبير يتصل بيكم. ده كشف العملاء يا حربي. عملة ايه؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا حربي؟ انا بكره بعد الصلاه هفوت على صلاح، شوف معايا نعمل ايه في الحكايه دي.
جرايه حربي. هو احنا خلاص ما بقناش نعرف نعمل اي حاجه ولا نخطي اي خطوه غير لما نشور سي صلاح ده؟ انا مش فاهم انت ليه حاطط نقرك من نقره مع انك بعيد عنه خالص وما شفناش من وراه غير كل خير. خير هيجي منين الخير؟ في ناس كده اول لما تشوف خلقتهم تقول ان دول لا يمكن يجوا من وراهم اي خير. حربي الراجل ده من هنا مش حلو وانت عارف رايي فيه من زمان. بركه احنا مشينا في طريق ولازم نكمله للاخر. لحد فين يا حربي؟ لحد فين يا حربي؟ بص يا حربي احنا ربنا كرمنا من الواسع والكيكه تلعب معانا ولعبنا في العالي الحمد لله. يبقى على راي ربنا بقى في اكل عيشنا وكفايه اللي وصلنا له. على راي المثل يا اخي الطمع قل ما جمع. قول يا زين بركة عنده حق يا حربي. احنا زمان ما كانش عندنا حاجه نخاف عليها دلوقتي بقى في اللي نخاف عليها. حربي صباح الخير يا مان. صباح الخير يا بابا. ها كلمتي حربي واكدتي على ميعاد النهارده؟ لا يا بابا لسه هكلمه حالا دلوقتي. طيب يا حبيبتي انا هغير هدومي وانزل اصلي ارجع عليكي جاهزه وننزل نقابله على طول ان شاء الله. حاضر يا بابا وحرمه المقدمه جمعا ان شاء الله. الو. ايوه يا حربي انت لسه نايم ولا ايه؟ مين؟ انا امان يا حربي. انت ناسي ان في ميعاد بينا النهارده؟ لا 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 فاكر فاكر طبعا. واضح قوي انك فاكر بدليل ان حضرتك نايم لحد دلوقتي. لا 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 انا صاحي خلاص. صاحي انت. بص يا صاحي حربي انت ما تعرفش بابا مواعيده بالثانيه. لا ما تخافيش يا اماني الساعه 2 بالظبط هتلاقيني موجود في الميعاد. حربي أرجوك اوعى تنام تاني. لا خلاص هنام. ايه بقى انا صحيت. ماشي سلام معاك. سلام. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انسى يا حرب الكلام ده انسى خالص. يعني ايه؟ يعني مش بعد كل التعب اللي تعبناه والخطر اللي عشنا فيه نجي في الاخر ونك. امال فين الطموحات؟ فين الاحلام؟ فين القلب الحديد؟ انا كنت فاكر طموحاتكم اكبر من كده بكتير. اكتر من كده بقاش طموح ابو صلاح ده يبقى طمع. وعلى راي الواد بركه الطمع قل ما جمع صاحبي. واحنا لحد كده فل الفل الحمد لله بدل المشروع عندنا ثلاثه وبارك الله فيما رزق. بس انا كان في دماغي حاجات اكبر من كده بكتير. أنا بفكر لكم في مليارات. المليارات مش الألوف والملايين. مليارات إيه بس يا أبو صلاح؟ خلينا في اللي إحنا عارفينه. خلينا نعيش وخلي غيرنا يعيش. بعدين ما تزعلش مني يا صاحبي يعني. أنت كل ده عملته وأنت هنا. في الأمان. في الظل. بتخطط وترتب وبترسم. وإحنا بقى اللي في بوز المدفع. بنخاطر وبننفذ. وشفنا الموت بعينينا أكتر من مرة. مش كل مرة تسلم الجرة يا صاحبي. بعدين بيني وبينك بقى أنا تعبت عايز أرتاح. أعمل لي بيت وأتجوز وأجيب لي يعني حتة عيل كده أعرف أربيه وأنا مطمن عليه. وربك بقى يبقى يسامحني على اللي عملناه أيام الشقاوة. واضح إنك واخد قرار يا حربي. قرار نهائي يا صلاح. طبعًا. وتعيشوا بعد كده تحت رجلين نعيم السيوفي يقول لكم تعالوا شمال تروحوا يمين تروحوا. هو ده اللي إحنا جايين لك عشانه يا صلاح. امبارح اتكلمت انا وزين وبركه ووصلنا النتيجة. احنا عايزينك تمخمخ لنا وتخطط لنا ازاي نخلع من نعيم السيوفي من غير ما يكون ماسك علينا اي حاجه. قصدك ايه؟ ورقه الضد. لو جبنا ورقه الضد ده هنبقى كلنا في الامان ومحدش ليه عندنا حاجه. ورقه الضد؟ اكيد الورقه ده عند حبيبك عدلي. ولو قدرنا ناخد الورقه ده صلاح هنبقى ضربنا عصفورين بحجر. واحد خلعنا من نعيم بكل اللي خدناه منه. تاني حاجة بقى أكيد عدلي مش هيسلم من انتقام الباشا الكبير وده اللي أنت عايزه. ولا أنا غلطان؟ طب سيب لي الموضوع ده أمخمخه في دماغي كده وأشوف هنتصرف إزاي. ماشي.
همشي انا بقى عشان ورايا مشوار. اشوفك تاني امتى؟ اول ما تخطط وتمخمخ كلمني وانا هاجي لك فورا. سلام يا صلاح. عادل عندك في البيت؟ لا، عادل خرج كده من شويه، اصل سيوفي بيه طلب وراح له على العزب. ميسا انا لازم اشوفك ضروري بسرعه. ليه يا صلاح، في ايه؟ اما تيجي هبقى اقول لك. انا هستنى.